مرحبا، أنا اسمي إسماعيل حمد، حصلت على الـ ACC عام 2000. في هذه العجالة عايز أتحدث للـ ACCA Prospective Student في الـ ACCA Orientation to be held يوم السبت. عايز أتطرق للـ ACCA من ناحية Knowledge ومن ناحية Qualification، وأنا يهمني أكثر شيء الـ Knowledge. وأقصد بالـ Knowledge إنه ACCA is not about accounting and auditing only. ده اللي بيميزه عن بقية الشهادات، يعني بتدرس management, HR، بتدرس finance، بندرس حتى operation، وبندرس قوانين law of contract. فبالإضافة للـ audit والـ accounting والـ أشياء التانية اللي موجودة في بقية الشهادات، لكن هذه العلوم اللي أنا ذكرتها قد لا تكون موجودة في السيلابس في بقية الشهادات. دراسة القانون مهمة جدا جدا. لما تصبح CFO Chief Financial Officer بتعرض عليك اتفاقيات درافت لإبداء الرأي حولها، ف you will be very knowledgeable في مجال الـ Law of Contract و you can add value to your company. طيب من ناحية qualification، هي معروفة كـ ACCA، شهادة قوية جدا جدا في هذا المجال وتتنافس مع غيرها من الشهادات. وأنا أوصيكم بأنه لا تسعوا للحصول على qualification من أجل الحصول على وظيفة أو رواتب عليا، although this will be part of the product اللي ممكن تحصل عليها من الـ ACCA، لكن the main one is the knowledge. Study ACCA for the sake of knowledge, not for the sake of getting a job. If you do that, the job will seek you. يعني انت قاعد بتصلك الوظيفة في مكانك، دي الناحية الأولى. الناحية الثانية، قوة هذه الشهادة من تجربتي الشخصية ظهرت في كثير من الملمات أو في كثير من المواقف. برضو مثلا أنا حصلت بعدها على شارتر زمالة الـ Institute of Chartered Accountant in England and Wales، حصلت بعدها على Certified Internal Auditor Institute of Internal Auditing في United States، بعدها اتجهت للاتجاه الأكاديمي وعملت ماستر ديجري في الفاينانس from University of Leicester في بريطانيا، وعملت بعدها PhD دكتور فيلوسوفي في الفاينانس. ذكرت الشهادات دي كلها عشان أثبت معلومة واحدة، إنه لولا الـ ACCA الشهادات دي كان عانيت فيها كثير جدا. With the knowledge I gained from ACCA كانت كل هذه الشهادات يعني so simple، وما بدرس الساعات المطلوبة، يمكن 20% of the requirement studies ما كنت بقرأها، لأن كل الطوبك اللي مرت عليه يعني كلها درستها في الـ ACCA. فالـ ACCA بتعلمك إنك لما تصبح CFO بتكون مالي مركزك، بتكون number one في مجال الفاينانس في الشركة. You will be point of reference. إحنا من خلال حياتنا العملية شفنا CFO بيخطوا أخطاء بيضحكوا فيهم الموظفين الصغار، لأنه هم specialized في area مختلفة. يعني لو you specialize في finance هتلاقي مشكلة في accounting، ممكن تتكلم عن financial statement بطريقة خطأ من ناحية accounting، وإذا كنت متخصص في cost accounting ما بتقدر تعمل financial statement وهكذا. لكن الـ ACCA هي بوتقة تجمع كل هذه العلوم، وبتكون انت point of reference في الشركة اللي انت فيها، بمعنى انه اذا احتاجوا اي شيء بيجدوك guidance بالنسبة لهم. نقطة اخيرة عايز اتطرق لها، هتسمعوا كثير انها شهادة صعبة جدا جدا وفلان اخذ فيها كم سنة ورسب كم سنة وكذا. don't listen to these people, it is so simple. انا myself درستها كلها كانت self studies، ما كان في يوتيوب عشان تشاهد قنوات في التوبكس دي، ولا حضرت اي محد ولا شخص درسني ولا سطر واحد، كلها كانت سيلف ستاديز. فانا ما اختلف عنكم في شيء، ما عندي عقل زايد ولا عندي ايادي اكثر منكم. It required dedication and enthusiasm. ولازم you have to dream big. ACCA will distinguish you from the crowd. If you want a simple certificate, there's so many out there, but they will not lead you to anywhere.
عشان انت تكون مختلف عن الاخرين لازم to take the path least traveled. يعني ما تمشي في الطريق مع الكراود. You have to distinguish yourself from the crowd. فopt for the right track. وانا I believe ACC is the right track. وصلتني لانه اكون auditor. وصلتني لانه اكون chief financial officer وانه اكون vice president finance في شركات listed. شركات oil and gas. في البانكينج سيكتر كنت انا المدير إدارة التدقيق الداخلي في البنك التجاري القطري. وفي كل هذه المجالات كنت بعرف عن ايه انا بتكلم. ده ما بيعني انه خلاص. لكن حتى لو topic جديد عليك مر عليك في حياتك العملية ACCA knowledge will help you grasp and understand the concept you are facing in your real life. عشان كده seek the knowledge, don't seek the certificate. المسألة دي أنا شفتها في البنوك. كانوا يجوا في topics معينة بالذات الفاينانس. أنا بعرف إنه في الACCA أصبح options. I advise you لما تجي للفاينانس اختار المادة بتاعت الفاينانس المانجمنت. فيها topics very rare تجد من يتقن هذا الطبق. If you grasp the knowledge in the finance you will be distinguished from the crowd definitely. لأنه there is a this topic is in short supply. There is not many people who understand finance in depth. بالتوفيق وخلوا عندكم حلم وخلوا عندكم determination and you will be there. بالتوفيق.